سلطانة، خلينا نخبر مولاي السلطان إنه في مشكلة هون بالحرم لك. هلأ مولاي مشغول بالحرب ومو فاضي بنوب لهي القصص، وبعدين أنا رح حل الموضوع بأقرب وقت، وأنتي لا تخافي أبدا. سلطانة، أنتي شو اللي جابك لهون؟ ارجعي على شغلك فورا. فخرية شوفي. سلطانة، نحن حابين نحكي مع حضرتكم، بس فخرية خانم ما عم تسمح لنا بنوب. خير، شو اللي صاير؟ البنات كتير مزعجين يا سلطانة، وفي حكي انه حضرتك عطيتي وحدة من الجواري بالحرم لك اجرتها وفوقها زيادة كمان. نحن شو زنبنا يا سلطانة؟ ما حتعطونا اجورنا؟ سلطانة، هذا الحكي مو صحيح ابدا يا خانو. ما حدا من الجواري بالحرم لك اخد راتبه لحد اليوم يا بنات. ارجعوا على شغلكم، يلا لشوف. سامحينا بس ما بقى عنا صبر يا سلطانة. عفيفة خانو، خدوا هدول البنات وخلي أغوات القصر يعملوا لهم فلقة، وبعدين بتاخدوهن على الحبس فورا. خليهم يعرفوا منيح شو هو العصيان. سلطانة، سلطانة، فخرية، شوفي. سلطانة، شو صاير هون عفيفة خانو؟ سلطانة، ما بعرف شو بدي قلك. واحدة من الجواري لقوها مدبوحة فرشتها قبل شوي. مو هي الجارية؟ هي واحدة من الجواري يلي رفعناهم فلقة وحطيناهم بالحبس. أنا بدي أعرف مين ارتكب هالجريمة، وما بدي يصير تأخير بنوب. أنا شخصياً بدي حاسبه على هالشي. اسمعوا يا بنات، يلي بتعرف أي معلومة وبتخبيها رح نعتبرها مشاركة بالجريمة ورح تكون عقوبتها كبيرة. أنا متأكدة إنه المجرم يلي عمل هالعملة البشعة موجود بيناتنا وعم يسمعنا. عفيفة خانم، أمرك سلطانة هيام. أنتي وسنبل ومرجان بدكن تستجوبوا كل الناس اللي بالقصر. إذا من هون لبكرة الصبح ما عرفتوا مين هو القاتل وجبتوه لعندي، يكون بعلم الكل إنه كل الخدم والجواري رح أرميهم برات القصر. سلطانة، وأخيراً لقينا المجرمة. كان هذا الخنجر تحت فرشتها، والظاهر إنها خبته وهي مستعجلة. مين هي؟ فوتوها لهون. سلطانة، سلطانة، والله مو أنا القاتلة. لما قمت أشرب مي شفتها مقتولة، وسنبل آغا كان هني. هس، أنا لما سمعت صوتك إجيت. شو يعني بدك تحاولي تلزقي فيني التهمة؟ سلطانة، والله مو أنا اللي قتلتها. سلطانة، مشان الله صدقيني. بعرف إنه مو أنتي. الظاهر إنه نختاروكي لتكوني كبش فدا، مو هيك يا عفيفة خانم؟ معك كل الحق يا سلطانة. شو رأيك؟ شو رأيك بهالورطة اللي بدون يورطوني إياها؟ سلطانة، وهلأ شو رح نساوي بهاي البنت؟ بهذا الوضع لازم إنه نقتلها. سلطانة، 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 عم أحلف لك يمين إنه مالي زم. الله خليك ارحميني، لا تسوي هيك، الله يوفقك. لا تخافي يا بنت، بعتوها على المزرعة بس من دون ما حدا يشوفكن أو يعرف شي، وعطوها كل شي بتحتاجه حتى تعيش هنيك بسلام. بس الكل لازم يعرف إنها ماتت، عم تفهموا؟ بس هيك يا سلطانة. عفيفة، عملي اللي عم قلك عليه وبس.
حرام، ما بيجوز نقتل بنت مسكينة، ما لزم بهالمشكلة. انت لا تشغلي بالك يا مريم، انا رح اعمل اللازم. قصة الرواتب لازم تنحل اليوم، كل شخص له معنا قرش واحد رح ياخده اليوم قبل بكرة ان شاء الله. سنبل آغا له فترة ما عم بيخليني اطلع من جناحي، يبدو خايف يصير عصيان من الجواري. هذا هو الشيء اللي اعدائي عم يتمنوه يا مريم، بدهم يعملوا عصيان مشان بين ضعيفة بمكاني وينتقموا مني ويستلموا موقعي. سلطانة، مين هدول الاعداء؟ السلطانة خديجة والسلطانة شهرزاد؟ أكيد هنن عندهم حساباتهم الخاصة فيهم واللي ما بتناسبني، بس لهلأ عدوي الأساسي ما كشف عن وجهه الحقيقي. مين بتقصدي؟ أنا ما عم بفهم عليك ابنه. ناهد دوران. بس ناهد دوران ما عنده أي قوة أبدا، فكيف قررتي إنه هي عدوك المفترض؟ أبدا ما بظن هالشي. لازم تظني حبيبتي مريم. كيف انتي واخواتك بالنسبة الي خزينة كبيرة بتعطيني الثقة والقوة؟ كمان ناهد دوران عندها خزينة كبيرة، ومن هالخزينة بتاخد قوتها وجرأتها. قصدك الامير مصطفى؟ ولو انهم قادرين كانوا من زمان تخلصوا مني وتخلصوا من كل اخواتك يا مريم. بس يا امي انا ما بظن انه اخي يكون عم يفكر بهي الطريقة اللي عم تقوليها. هو بيحبنا، ما رح يأذي أخواته. مزبوط، بس أنا ما بدي إياكي تنسي إنه يلي ربوه هلأ هن أعدائنا. كوني واثقة إنهم عم بيعبوا بقلبه بدال الحب كراهية إلنا، وأكيد هالشي رح يغيره. سلطانة بعد إذنك. احكي آغا. السنيورة بورتيا من البندقية عم تنتظر تقابل حضرتك يا سلطانة. ماشي، جاية بعد شوي. مريم أنا حبيت أحكي معك بهذا الموضوع لأنه بصراحة ما حدا منا بيعرف على شو ممكن نفيق تاني يوم. لازم نكون حذرين وننتبه من أي شي حوالينا شو ما كان. عم تفهميني ما هيك؟ أمي أنا ملاحظة كل شي وشايفة شو عم بصير، بس أنتي ما عم تسمحي لبنوب إن يكون معكم بأي موضوع وعلى طول عم تبعديني. ما بدي إياكي تأذي حالك يا روحي، بس وجودك جنبي عم يعطيني ثقة وقوة كبيرة كتير. انتي موقعك سلطانة، انتي ولدتي لتكوني سلطانة، انتي قطعة من روح السلطان وأكتر وحدة بحبها. لا السلطانة شهرزاد ولا السلطانة خديجة ممكن يكون عندهم قوة أكتر منك، بس ما بدي تشوفي يلي أنا مضطرة أني شوفه، ولا بدي تسمعي يلي عم بسمعه أو تحكي الحكي يلي أنا لازم أحكي. بدي لما أكون عم حارب مشان إخواتي ما أكون قلقانة عليك. ما تقلقي علي أبدا، أنا قبل هيك عطيتك وعد وبرجع بوعدك إن يكون جنب أخواتي بكل وقت، ولا يكون عندك أدنى شك إني بقدم روحي كرمالهم. هيك بدي إياك يا سلطانة. يلا تعالي حنرجع على القصر. سلطاني ومولاي، أسأل الله سبحانه أن تكونوا بصحة جيدة وأن تعودوا إلى قصركم مكللين بالنصر المشرف. أشتاق لك سليمان، يا سعادتي وفرحي وضحكتي في هذه الحياة. لقد طال الانتظار كثيرا يا مولاي، فضاق صدري واحترق قلبي وامتلأت عيناي بدموع ألم الفراق والحسرة. إني أراك في يقظتي وفي أحلامي، وكيف لي أن أنسى من هو مزروع في قلبي؟ ألم تسمع آهاتي ومناجاتي طوال الأيام الماضية يا سلطان قلبي وعقلي؟ عيوني فقدت بريقها وصوتي فقد لحنه، فما نفع حياة أنت لست فيها؟ أنتظرك يا مولاي، أنتظرك يا سلطاني. أيام مضت ولم يصلني منك ما يزرع في روحي الأمان. الله وحده يعلم بحالتي، فليلي نهار ونهاري ليل. روحي عطشة للقاء الحبيب وقلبي حزين متعب يئن من الفراق. النوم جاف عيوني منذ رحيلك والضحكة غادرت شفاهي منذ فراقك. لا حيلة لي سوى الدعاء، أسأل الله سبحانه أن تعودوا إلى قصركم سالمين، وعندها يا مولاي سأقبل يديك وأشتم رائحة جسدك
وأمتع ناظري برؤية نور وجهك الحسن. سلطان قلبي، أرجوك أن ترأف بحالتي ومعاناتي، وأن ترسل لي ما يبعث الطمأنينة بنفسي، لأن صبري قد بدأ ينفذ. فوالله إن تأخر مرسالك أكثر من ذلك سأفقد عقلي، وربما يكون الجنون من نصيبي. ننتظر قدومك، فالجميع هنا يتمنون رؤيتك في أقرب وقت، فغيابك عنا آلمنا كثيرا. مريم اشتاقت لرؤية والدها، وجهانجير وبيازيد في سؤال دائم عنك يا مولاي وعن إخوتهم الأمراء، وبانتظار عودتكم. أما والدتهم يا سلطان روحي فقد أدناها الفراق. ادخل. سلطانة، مولاي السلطان بعث لكم مكتوب. أخيرا. الله يكتر خيرك يا سلطانة، اتركوني لحالي. سلطانة، أكتب إليك هذه الكلمات والشوق يغالبني. عيناك لا تفارقني أبدا، أنت زهرتي وحبيبتي وسلطانتي، وأنت كل الحب. حاولت أن أخفي شوقي وهيامي ففضحني عطرك، عطرك الذي يمر على خاطري ويلاحقني أينما كنت ويسرق مني عبير الكلمات. فاعذري شعري إن قصر في وصفك. أشكر الله، أشكره على نعمة وجودك الرائع في حياتي. لا تتصوري تلك السعادة التي أشعر بها عندما أقرأ رسالتك. وإذا تساءلت عما يشعر به السلطان في غيابك، أقول لك لقد أضناني البعد، وأنتظر لقاءك بفارغ الصبر. فطول النوى عنك أتعب روحي، لكن عزائي أن بعد كل هذا الانتظار سيأتي اللقاء. أشكر الله دائما أني لا أشكو شيئا في هذه الحرب إلا ألم الفراق الذي يفصلني عنك. وإذا سألتني عن الأمراء فأخبار الأمير محمد والأمير سليم جيدة وهما بخير. وأسألك عن مريم حبيبة قلبي التي أشتاق لرؤيتها. أنا لا أشعر بالقلق عليها لأنك إلى جوارها دائما، فأنت النور الذي يضيء دروبنا جميعا. أنت ملكة قلبي وروحي، ولو كان الأمر بيدي لوهبتك حياتي من جديد. هي السنيورة يلي حكيت لك عنها، وهي من أشهر عائلات البندقية، ونحن والسنيورة بتجمعنا علاقة صداقة قوية ومن زمان. سينيورا بورتيا، الست راحيل حكت لي عنك كلام حلو كتير، كيف صحتك؟ عم ندعي لكم بالصحة يا سلطانة. وأنا من زمان كتير عندي فضول لأتعرف على جنابكم، حضرتك أجمل بكتير من اللي بيحكوا عنك. سلطانة، هذا هو السند، تفضلي. أنا كتير بتشكرك على الذهب اللي جبتيلنا يا. يعني بتعرفي نحن وقت الحرب ممكن نعيش هيك مشاكل. أكيد خدمة سلطانة عظيمة مثلك يا مولاتي هو شرف كبير لإلي. لازم تكوني متأكدة إني خلال فترة قصيرة رح رجع لك ياهن وزيادة. شكراً يا حضرة السلطانة. وعدك لإلي يا سلطانة هو أهم من سندات الدنيا كلها. سلطانة، نشكر الله وبنحمده أنه أخيراً قدرنا نحل هالمشكلة، بس كأنه كترة الديون كتير علينا. أنت جهز المزارع للبيع، ما بدي حدا يعرف يا سنبل، وخصوصاً السلطانة شهرزاد. اوعى تدربي شي، لأن أكيد رح تحاول تعمل مشكلة قبل ما يجي السلطان. بدي إياك تنتبه منيح وتاخد كل الاحتياطات. أكيد بغياب مولاي السلطان رح تحاول السلطانة شهرزاد تزعجك كتير،
بس أنا ما بظن إنها توصل معها لحتى تهاجمك مباشرة. السلطانة شهرزاد في براسة مخطط ما بعرف شو هو. سلطانة؟ سلطانة بدي بشرك إنه نحن بعنا المزارع يلي بسلفري، والأحلى من هيك إنه البيعة تمت نقداً والمصاري هلأ جاهزة. ممتاز، لكن ابعتوا خبر للسنيورة بورتيا خليها تجي لهون، خلينا نردلها الذهب يلي أخدناهن منها وناخد السند ونشقه. أنا بعتلها خبر سلطانة وهي جاي. سلطانة، وفي خبر تاني مو قادرة نخبيه، وهو إنه مولاي السلطان وصل على قدرنا، وفيك تقولي من هون لعشرة أيام إن كترت رح يدخلوا على مرسين إن شاء الله. نشكر الله، معناها بلشوا بالتحضيرات لاستقبال مولاي السلطان. أنت بتأمري يا سلطانتي. سينيورا بورتيا، أهلا وسهلا، تعالي قربي لهون. ذهباتك جاهزين، فيكي تاخديهم فورا، ومشان السند اللي معك يا سينيورا سلمي لسمبول آغا إذا بتسمحي. سلطانة، بس بظن في غلط. وشو هو الغلط يا سينيورا؟ السند مانو معي. أنا من فترة بعت لكم. أنت شو عم تقولي يا سينيورا؟ نحن ما إجانا أي شيء. شلون صار هيك؟ بعد ما شفتكم بأسبوع تقريبا إجا لعندي آغا ومعه خادم، وقالوا لي إنه أنت اللي بعتيهم. قالوا لك إنه أنا بعتتهم؟ إيه، وأنا تفاجأت كتير، ما توقعت تبعتيهم بهالسرعة. أعطوني المصاري وطبعا سددوا الدين، وأنا بمجرد إني أخذت المصاري قمت أعطيتهم السند. دستور حضرة السلطانة هيام. بسرعة. هيام؟ سلطانة، أنا جاي لعندك بشغلة كتير مهمة، وبتمنى إنك تسمعيني وتتفهمي موقفي. ما بوعدك، بس احكي لشوف. سلطانة، أنا رح أحكي معك بصراحة. مزبوط أنا تدينت الذهب ومن شخص مو مناسب، بس رح سددهم. لما تكوني مرت السلطان لازم تفكري بكل شي عم بتساويه، وإذا اضطريتي بتديني من حدا معروف، والمفروض كمان إنك تجي تسأليني عن هالشي مو تخبي وتتورطي. سلطانة، الموضوع مو مستاهل، وأنا رح سد هذا الدين من عندي والذهبات جاهزين. وبعدين اللي دينتني ياهن هي تاجرة ما لها علاقة بالسياسة بنوب. معقول؟ يعني ما بتعرفي من مين تدينتي يا هيام؟ بتعرفي هالخانم مين بتكون؟ هي المرة يا هيام بتكون من عائلة الدوق كريتي. بتعرفي مين بيكونوا هدول؟ هدول أعدائنا. سلطانة، جبت الذهبات معي، خديهن وعطيني السند. مستحيل هيام، ما فيني أعطيك إياه. مولاي السلطان رح يكون هون خلال يومين بالكتير، وأنا واجبي روح فورا وأشرح له عن كل شي ساويتي وكيف شوهتي سمعة العيلة، لأنه هذا الموضوع ما في مزح وبهمنا كلنا وأولهم مولاي. هالورقة كتير مهمة ولازم ناخدها من إيد السلطانة شهرزاد بأي تمن، وإلا رح نوقع بمشكلة كبيرة. بس هالشغلة مو سهلة يا سلطانة، السلطانة شهرزاد أكيد مخبيتها منيح، ومو بس هيك، صعب كتير إنه نفوت على القصر تبعهم. أنت بصف مين سنبول آغا؟ لا سلطانة، طبعاً أكيد أنا بصفك، ليش أنت بتشكي بولاي إليك؟ بس كمان ما لازم نتسرع، يعني لازم نحسبها كتير منيح، وإلا رح توصل الشغلة لمولاي السلطان. فخري خانم، أنت شو رأيك؟
فينا نساوي شيء؟ سنبل آغا معه حق يا سلطانة، ما فينا نفوت على القصر، بس إذا السلطانة شهرزاد بتطلع من القصر ممكن إنه نقدر. وكيف؟ حياتها أو الورقة، بظن هذا الحل الوحيد قدامنا. يا جماعة هذا الشيء ما بيصير أبدا، والله إذا صار شيء مكروه للسلطانة شهرزاد بيعدمونا كلياتنا. وحياة الله ليشنقونا. لسه في عنا شوية وقت، خلينا نحسبها منيح. شو صار فخري يا خانم؟ خير، ليش اجيتي؟ سلطانة قبل شوي شفت ألفة خانم كانت عم تحكي مع عفيفة خانم، واللي سمعته انه بكرة الصبح رح تسافر. سفر شو؟ لوين بدها تروح؟ عقدرنا يا سلطانة، بدها تسافر مع السلطانة شهرزاد. الله لا يوفقهم. السلطانة شهرزاد ما بتروح هالفرصة من ايدها. الله بيعلم شو رح تحكي للسلطان هنيك. وهي فرصتنا يا سلطانة، اذا راحت على قدرنا أكيد رح تاخد مع الورقة. يبدو أنه ما صفي عنا حل تاني، لازم حل هالموضوع. بتعطي خبر لسنبل آغا، بتخليه يجمع كل الرجال اللي بيوثق فيهم. السلطانة شهرزاد ما لازم توصل لقدرنا أبدا. تأمري يا سلطانة. لا تاكلي هم يا سلطانة، أنا اخترت رجال أهل لهالشغلة وما ممكن يغلطوا أبداً، وخصوصاً بهيك موقف. إن شاء الله يا سنبل آغا، اللي بهمني بهالموضوع أنه رجع السند. أنا خايف كتير من نتائج هالشغلة يا سلطانة، السلطانة شهرزاد ما رح تترك الموضوع يمر هيك، رح تحكي كل شيء لمولاي السلطان، وهذا الشيء لازم نعمل حسابه. ما رح تحكي، صحيح هي وحدة حقودة وخبيثة، بس بنفس الوقت مغرورة. ليش لهلأ ما اجانا منهم خبر؟ الموضوع ما بيستاهل كل هالوقت، أكيد صاير شي معهم. ليكون الرجال ما رضوا ينفسوا. سلطانة طولي بالك، خلينا نستنى كمان. روحي استفسري، لأنهم إذا بيكونوا عملوا شي شغلة غلط ونزعوا لنا الخطة، والله لأخنقهم بإيدي واحد واحد. سلطانة، وهي السند بين إيديكي. سلطانة خير؟ سلطانة طمني سنبل، قدرتوا تلاقوا السينيورا بورتيا؟ مع الأسف يا سلطانة ما لقيناها، وكأنه الأرض انشقت وبلعت. الواضح أنه هي متفقة مع السلطانة شهرزاد، نحن لازم نلاقيها بسرعة يا سنبل، ما لازم حدا يوصلها قبل ما نلاقيها. لا تاكلي هم يا سلطانة، محمود آغا عم يدور بكل مكان على السينيورا، وخصوصا بمنطقة المينا، وأكيد رح نلاقيها بأسرع وقت إن شاء الله. منشوف. هلأ اتركني لحالي، لازم فكر شوي. سلطانة خير؟ شوفي كمان. بالي بيك وصل على القصر وطالب يشوف حضرتك. سلطانة. أهلين مأمون أغلو، قالوا لي إنك طالب تشوفني. إلي جلالة السلطان والسمو الأمير بخير إن شاء الله؟ هنن بخير يا سلطانة. سلطانة، معي أمر من مولاي بأخذك على قدرنا. وشو السبب؟ ما عندي أي معلومات، بس جلالة السلطان أمر يشوفكم فورا. أهلا
أوامر السلطان مطاعة، رح جهز حالي. سلطانة هيام، مريم انت مع بيزيد بتطلعوا بعربي، وانا وجيهانجير بنطلع بالعربي الثاني. سلطانة انا بعتذر، بس التعليمات اللي عندي بتقول انه لازم اخذك لحالك يا سلطانة. وليش لحتى نحن ما نروح؟ مريم ارجعي على القصر انت واخواتك. عفيفة خانو، أولادي أماني برقبتك لبين ما أرجع. لا تشغلي بالك يا سلطانة هيام، ما رح أتركهم ولا لحظة. سمبول. سلطانة، سمبول أنت بتبقى هون تنقلي الأخبار أول بأول. ما بدي يصير أي فوضى بالحرم لك بغيابي. ما تاكلي هم أي شيء يا سلطانة. سلطانة هيام، ما فينا نتأخر أكثر من هيك. سلطانة، مريم لا تتحركي من جنب إخواتك أبدا، إن شاء الله ما بتأخر عن مولاي السلطان. دستور. تفضلوا سلطانة. سلطانة، ما كان عندي خبر بجيدكن. أهلا وسهلا، شرفتونا بزيارتكن. أهلين فيك رستم باشا، خليكي هون يا فخرية. تحت أمرك سلطانة. سليمان، حبيبي وسلطاني، أخيرا شفتك.
وبما أنه الله كتب لي نصيب أني أقدر شوفك مرة تانية، فإذا بموت مو مشكلة. سليمان، قبل كل شيء في موضوع مهم كتير ولازم نحله يا هويام. شهرزاد اجت لعندي وحكت شغلات مهمة بتتعلق فيكي. انت متدينة من تجار البندقية وبالأخص من عائلة جريتي، ولا أنا غلطان؟ بظن هذا السند بيثبت هذا الشيء لأنه عليه ختمة. والأهم من هيك، بعتي قطاعين طرق ووقفت السلطانة شهرزاد والست ألفت وأمرت رجالك بتفتيشهم. مزبوط هالحكي؟ قولي هويام، شو معناته هذا التصرف؟ بدي توضيح فورا. شو بدك يعني قول يا سليمان؟ بدك يعني دافع عن حالي؟ انت الظاهر انك اخذت قرارك من زمان، ويبدو انك شايف هاي الاتهامات مزبوطة. انا جبتك لاسمع اذا عندك شي تدافعي فيه عن حالك. بسبب هاي الحرب مرقنا بضيقة مادية، وما كان فيني خلي الجواري والاغوات ينطروا اكتر حتى ياخدوا رواتبهم، واضطريت اتصرف. طلبت من رحيل خانهم مبلغ، بس ما بعرف شو هالصدفة انه المبلغ انسرق حتى قبل ما يوصل لايدي. ومين سرقه؟ طبعا السلطانة شهرزاد، ما هيك؟ مين حيكون غيرها؟ سليمان، لما انت كنت غايب حاولوا يهاجموني. هي اتفقت مع السلطانة خديجة وبلشت لعبتهم، ومشان يعملوا عصيان بالحرم لك ويدمروا سمعتي سرقوا الذهبات مني. اللي بعرفه ان السلطانة شهرزاد كانت بدها تساعدك، بس بسبب غرورك ما قبلتي المساعدة، وبعدين لما اجت لحتى تدفع الأجور من أموالها كمان ما قبلتي هذا الشيء. هي عرضت المساعدة مشان تعمل مشاكل بالحرم لك وتكفي لعبتها، مو لحتى تساعدني. وأنا كزوجة للسلطان سليمان المعظم صعب إنه أقبل. أنت شلون بتقبلي تاخدي دين من الناس اللي زوجك عم بيحاربهم، وما بتقبلي إنك تاخدي دين من أختي؟ سليمان، صدقني أنا ما كنت بعرف مين بيكونوا. رحيل خانم هي اللي دلتني عليهم، لهيك قبلت إني أتدين. أنا معترفة إني غلطانة. شو ما كان الموضوع كان لازم أحسبها صح، بس الوقت كان ضدي سليمان. أنا كان لازم أعطيهم الرواتب قبل ما تكبر المشكلة ويصير عصيان. ولما دبرت أموري حاولت سدد الدين بسرعة. وهالمصاري من وين جبتيهم؟ بعتي المزرعة اللي أنا هديتك إياها يا هويام، ما هيك؟ سليمان، أنا ما كان بدي أشغل بالك وقت الحرب بهي المشاكل والقصص البسيطة، لهيك قلت أنا بحلها لحالي. سليمان كانوا بدهم يوقعوني بالفخ، والست تبع البندقية يلي أخدت منها الذهبات كمان كانت متفقة معهم، والسند يلي أخدته مني بعتته للسلطانة شهرزاد. مشان هيك بعت رجالك يقطعوا الطريق عليهم، لأنه إذا صار هذا السند معي ما رح يقدروا يثبتوا عليك شيء. مستحيل، كذب، أنا ما بساوي هيك شيء، هاد افتراء، أنا مالي علاقة بالشيء اللي صار بنوب. ومين ممكن يعملها يا هويام؟ لو كانوا عن جد قطاع طرق ما كانوا تركوا الذهب والجواهر وركضوا ورا السند. ومين قال هالشيء مزبوط؟ أنت سمعت يلي حكيت لك يا سلطانة شهرزاد، يعني من طرف واحد وبس. بركي هالهجوم كله ما صار من الأصل.
عمري وحبيب قلبي وسبب وجودي بهالحياة. بتمنى انك ما تصدقهم، هنن عم يعملوا هيك مشان يفرقونا عن بعض يا سليمان. حراس، خبر السلطانات يجهزوا حالهم. يعني انت ما صدقتني وصدقت اخواتك؟ وقت قصة خديجة قلتيلي انها ضربت حالها وكانت رح تموت بس مشان تنتقم منك وتتهمك بقتله. وهلأ السلطانة شهرزاد عم تعمل نفس الشيء. لهلأ لاكتشفت قديش كنت مخدوع فيكي يا ويام. سليمان، انت راح تضلك هون يا ويام. روحي خبري رستم بالقصة، خليه فورا يلاقي لي الست تبع البندقية. أنا فهمت الموضوع بكل تفاصيله يا سلطانة، وقال هو بيوعدك إنه رح يلاقيها لهالخانم، بس نحنا رح نستفيد شي؟ إذا لقيناها واعترفت وإثبتنا إنه في اتفاق بينه وبين السلطانة شهرزاد، على الأقل هيك هو بيعرف إنه شهرزاد معنا بريئة. تركينا يا خانم. هويا سلطانة، إذا كنتي جاية مشان تودعيني عذبتي حالك، لأنه قعدتي هون حتكون لفترة قصيرة. أخيراً إجا اليوم يلي رح تدفعي فيه الثمن على أفعالك يا هويام، ولسه هذا ولا شي، لسه في الأسوأ. سلطانة، أنا مالي مثلكن عايشة مثل وردة مدللة جوا الحديقة. يلي عشته ويلي شفته بحياتي والعذاب يلي دقته، لو إنه صاير معكن نص يلي صاير معي بس، ما بظن إنه فيكن توقفوا على رجليكن. الكل بيعرف أصلك من وين إجيتي لهون. بالنهاية أنت جارية روسية واسمك الحقيقي ألكساندرا لاروسا. بذكرك أنا اسمي هويام سلطانة، السلطانة هويام، زوجة جلالة السلطان سليمان المعظم، وكمان أم لخمسة من أولاده الأمراء، فما فيكن تنزلوا من مقامي أبدا. أنت بتعرفي مثل ما بعرف يا هويام أنه الظروف عم تمشي ضدك، يعني وأنت هون بعيدة عن السلطان شو فيكي تعملي؟ لا تنسي إنه بعدك عن السلطان وعن القصر رح يخلي الكل ينسوكي. بتعرفي إن كنت بالقصر أو بأي مكان بضل زوجة السلطان، وما حدا بيقدر حتى السلطان بقوته الكبيرة يتركني بهذا المكان وينساني. هويام، المفروض تفيقي، الحلم انتهى، السلطان خلص اتلعك من جنته
وهلأ أنت بجهنم. We'll be right back.